هذاك الأمي هذاك الجاهل واخا تيطير وتنزل واخا يكون عندك 100 مليار ديال لي زابوني ما تقدر توصل له ولا الربع اللي كان وصل للسوق دي. انا يا بعرف تافي اليوم اصدقاء فيديو هربان بزاف. اليوم اصدقاء غادي نجيبو تيمو الاسطوره. تيمو الاسطوره فنان مغربي ابن مدينه فاس من مواليد 2/8/1992. فنان مغربي ستيل شعبي مغربي شرقي. تن غنيته في حفلات في افراح. غادي نطرحوا عليه بعض الاسئله اللي طرحتوها عليهم نتوما في الانستغرام اللي هو هذا. خبرك باللي جي موتي يوجه بعض الرسائل للشاب العربي. تحياتي لكم وهي لي مواح عند الشاب العربي. نرى الى رسائل وجه ليه راه ما يمكنش الاصدقاء خصكم تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تسمعوا جميع الاسئله اللي بغيتو يضحكوا بالجهد. فهمتوا ما تنساوش شي لايك شي تعليق جميل وزع عليا الفيديو الصاص بغيت يوصل حتى للشاب العربي. علاش؟ باش غادي يشوف الشاب العربي هذا الفيديو هذا وغادي ندير معاه حلقه وثاني الشاب العربي بوحدو. اليوم عندنا سبونسور ديال وان اكس بيت. اصدقاء وان اكس بيت هي واحد المنصه اللي تقدر تشجع فيها الفرق ديالك المفضله، ولكن قبل ما تدخل لهذه المنصه هذه خاص تكون عندك فوق من 18 عام اللي انتي خدامين في المغرب وميمكنش تخدم في شي بلد واحد اخر. ما تنساش تستعمل البرومو كود ديالي اللي هو هذا اللي غادي يخليك انك تربح 130 دولار باش تبدا بها. اذا اللين ديال السيت غادي تلقاوه في الديسكريبسيون او في اول كومونتير. تطلقنا راه يلا على بركة الله المرات الثالثة كنقولها. المهم تيمو الأسطورة قول شي كلمة للأصدقاء ديالي. مساء النور، مساء الياسمين، مساء الورود، بداية أسبوع موفقة للجميع، كنتمنى عليكم وحبابكم كاملين في دايرين لاباس عليكم في أمان الله. شكرا لجميع التشجيعات ديالكم كاملة ونتمنى تكون خفيفة ظريفة عليكم في هذه الحلقة. تكون خفيفة خاي تيمو 100%. تيمو من اعز الاصدقاء ولا عندي خلي خاطري بزاف باش تعرفوا. الله يحفظك العزيز الله يحفظك الله يكبر فيك. ولكن في واحد الخطا اصدقاء دابا درت معاه نصور فيديو تيصونيو عليه قال لك اخاي تيقول لي سير فيها صاحبي راه تيصونيو لي الناس. يلا شنو نديرو مع تيم؟ صافي يلا يلا انا معاك. المهم غادي نفتتحوا الجلسه هذه باول سؤال اللي هو انت بغيت نعرف غير علاش ديك نتوما هيا هاتوا نتوما وهيا اللي بحفات حفر باش ايوا يا ايوا صراحه الله نتوما يعني الجمهور بيان سي. قال لك هاتي خلق بها التفاعل. ندوزو دابا للسؤال الثاني. ودابا ودابا فيكسي صاحبي كاميرا حمقتيني هاتي بوا خليه مفيكسي انسالي وسير دير اللي بغيتي تعنب باينه فيك فيك عيني باص. قال لك بشحال كتخدم؟ كل حفله غادي على بثمنها وعلى حسب حتى المدينه. يعني الديبلاسمون ديالك شي رقم غالي الا كان مثلا بلا ما يكون في العيون. بصح هذاكشي البعد تا هو كيلعب دور البعد. صح. وشنو اخر حتى الطبقه ديال الناس زعما الا كانوا ضعفاء الا كانوا غالي لاباس عليهم؟ لا والله صراحه الله كل اسماء يعني في تستان ديال الناس يعني تيلا لا تنشي استثنائيات ماشي مشكل. واحد السؤال واحد اخر قال لك سلام سلام خويا انا ياسميتي هيفاء من اكادير انا الحالة ضعيفة وغادي نتزوج في الصيف واش تقدر تخدم لي فابور؟ انا على راسي يعني غير هو الا كان مستثنى ما عندكش فلوس بصح يعني غير باش ما نضيع انا بدا بي خدمة فابور غير هو ما يديرهمش الدراري وصافي مرحبا على راسو راهي. اوكي كي جاوك اسئله ايوا زوينين صافي سالينا والله شمن سالينا صبر وي هذا السؤال خصك تجاوب تجاوب مزيان فيه واخا اول فنان نشوفو فقير اخي يمشي يدير شي كونيكسيون وين نتايا والله ما فقير بالله عندي الواي فاي يا اوس ما نعرف. المهم السؤال ندوز السؤال الموالي صاد قال لك كيفاش نولي اسطوره بحالك عطيني الحيل او سر النجاح ديالك اللي داير. ايوا سر النجاح ديال سر النجاح ديالي راه اسرار ماشي ساهل. هذا الشيء اللي وصلت ليه راه ومازال كنتقاتل باش نزيد نوصل للطموح نزيد نطور من راسك. ما ديال الطموحات نتاعي بطبيعه الحال والعزيمه والاراده. واش حاتم عمور هو القدوه ديالك وعلاش قال لك درتي ديك حبة تسونامي درتيها في شوف تيفي؟ لا حبة تسونامي ما درتهاش في شوف تيفي هذاك الفيديو بوحدو. حاتم عمور تبقى هو القدوة ديالي في هادشي ديال العصرية ديال دابا وأول حاجة كنهتم بداك في الرواد. قول لينا شحال عندك من عام وقتاش باغي تتزوج؟ واش عندك شي علاقة في حياتك؟ إيوا عندي 23 سنة
قريب صار الله تزوج وكاين عطيك واحد لا غلاص موجوده. شو تقدر تقول لنا سميتها؟ ايوا ديال الساعه تيبقى مفاجاه للجمهور. بغا يدير لكم سيربريز. هذا سؤال واعر. وشوف انت شد التليفون وما تحاولش تزعزع اخي تيم. الله يحفظك. قال لك واحد علاش صوتك زوين وما كنحسوش بالازعاج في ودنينا. ايوا هذا حاجه باينه بتخدم على راسي الناس وتخدم على راسي بس يجيبوا يحبوني الناس. قال لك ويلي هذا واحد خايتي ينتقدك. قال لك علاش قال لك واحد علاش الشاب العربي سونجي مونطال احسن منك. ماشي احسن مني اطلاقا وكنحكى على بنات الناس وكيجيب داك الشيء ديال الالافات والالوفات ديال لي زابونيها بحكى على بنات الناس والسعايه. اوكي قال لك واحد عاوتاني هو مقارنة هو امي مقاري ما فاهمها ما والو. قال لك واحد او ثاني علاش الشاب العربي قام كيحملك. ايوا حيت انا وصلت انا لهذا الشيء بارك الله قدرت فيه بالمجهود ديالي الخاص هو تيجيب هذا قبل بلا بلا وحتى لبنات الناس الحاس هو بيان سور. اوكي قال لك كيفاش قال لك واحد علاش وصلتي مع لهذه العداوه مع الشاب العربي. والسيد ما كيحملنيش حاسني على هادشي اللي وصلت ليه غادي نكتب السؤال اللي قال. صافي هذا هو السبب. السيد ما حملني ما والو وغادي نسالك واحد الفيديو كيقول كيقول عليا واحد الكلام ماشي تاعي تما. كيقول لي هادشي حسد. وصلتنا الخبر باللي الشاب العربي جا وخدا لك شي صاحبتك كنتي مصاحب معاها وخلاك نتايا سولو مانتي. لا ماشي بصح هادشي هو اصلا تيضحك على بنات الناس تيضحك على بنات الناس ما بغاش يتولى مستقبل. هو براسو كانت مع وحده ديك حسناء ابراهيموفيتش وهذا ما تزوجاتش بها على قبل باش يتولى مستقبل غير هكا فباش يدير الباز معاه وصافي وسمح فيها وشحال من وحده ضحك عليها. اسئله باسلين تقول لك واحد شحال عندك من زغبه. خود دوز هاد السؤال هذا سؤال مختلف. قال لك كيفاش ولات النبره ديال الصوت ديالك بحال هكا واش تتشرب الكحول او لا غير طبيعي؟ لا ما كنشرب لا الكحول ولا حتى شي حاجه داكشي طبيعي. قالت لك واحد البنت سميتها سيف الدين الصوت ديالك باوتوتين ولا من عند الله. قال لك زعما ملي تسجل الاغاني واش تدير اوتوتين؟ سمي بلاتي هذه سمي ديال الدري اخويا ماشي ديال البنت. سيف الدين الولد باغي من عند الله لا اوتوتين بلا والو. قال لك واحد الولد الشاب العربي تيخدم في الحفلات بكثر منك زعما في الثمن واش هادشي بصح؟ ما تيخدمش في الحفلات اصلا واحد دو ستوديو صافي تيخدم في الحفلات هو. ولكن واحد البنت صاحبي قالت لي زعما تعرفوا من العائله وقالت له هذا الخبر. قالت لي هذا الخبر هذا. لا ماشي بصح هادشي كله غير اشاعه. بصح واحد من تيتشهر تيولي يكثروا عليه الاشاعه. قالك واحد شكون اللي اكثر شهره واش انت او لا الشاب العربي؟ خلي هذا السؤال للجمهور ماشي ليا انا ما نعرف اش تنسوا. قالك واحد امتى بديتي الكارير ديالك في الغناء؟ ايوا درت شي من الصغر 2011 كانت الانطلاقه ديالي. قالك واحد واش نتايا من البي تي اس تشجع بي تي اس ولا انت فان ديال البي تي اس؟ ما سمعتش صحاب البي تي اس عمري ما سمعت بهم. قالك هما دوك الاولاد اللي تيشجعوا واحد الاولاد تيبغيوهم زعما داكشي ديال راك عارف. ما عرفتهمش انايا. واخا قالك واحد قالك عطينا الراي ديالك على الملولي كيفاش كيجيك؟ صراحة يقول صدا عرفهم شحال هذه من يمت الليسي والله يتم عليها بخير من داكشي اللي فيه دير الله ينصر على من عاده الله ينصر. قالك خويا بغاك تغني ليه شي اغنية وبشحال تخدم الخويا في العرس هذا الاخ ديالي. خليك يتواصل معايا وديك ساعات مرحبا. واخا قالك غني ليه شي اغنية شي مقطع. هاد المرة صدت فيه عمر اغلبني هاد كل مرة صرت في انت ارحمني ما ارتدت بي ارحمني ما كان ما ارتدت بي في نفس كان تلبي ابقى عندي مني. الله يلا تبارك الله عليك اخي العربي صوتك زوين. تسمية شنو هما الاثار الجانبيه ديالو زعما ما تلقاش مشاكل ملي تكون خارج برا مع الناس وداكشي؟ ايوا ضروري حب الناس راه ما كاينش شي مشاكل كاع حب الناس والحمد لله تلقوا الناس ديالي ولاو
ولا كاجبو ما تشري كندير واخا قال لك واحد شحال اكثر راتب خديتي؟ ايوا اكبر راتب كنخدم به هو ما بين 30 حتى 40 الف درهم في اكادير اكادير النواحي. ولا خايتي بزاف قويتي يا صح. ايوا هذا ايوا شنو هذا راه ثاني قلت البال تيلعب الدور ديالو. واش فايت شاركتي في عرب جو تالنت ولا انت تيبان لك المستوى ديالك؟ صراحه هاد المشاركات صراحه المشاركات الخارجيه عاد قريب ان شاء الله عاد عوان. وزعما تشوف راسك على انك تقبل؟ علاش لا الا كان المستقبل علاش لا. يا هاتوا توما توما وهي اللي بحفات حفار باش ايوا. شنو هي الاكله المفضله ديالك وكنبغيوك بزاف بزاف خوك من امريكا؟ ايوا هذا ماشي اسئله ديال المعجزه ديال المعجزه ديال الاكل المفضل ديالي. هادي غير بنت اللي سولات. ايوا الصراحه الله يرحم عزيز علي هادشي. ايوا عزيز علي البيتزا وعزيز علي الغراتان. صافي باش غراتان باش غراتان غراتان ديك بالشعريه فيرميسيل بيتو غراتان ماشي الشعريه بلاتي غراتان فيرميسيل. هاك قال لك واحد واش ما غاديش نشوفوك في شي مسلسل زعما كوميدي؟ انا ما كنسول كوميديا. هو فنان صح باش تسولو بهاد الاسئله. سؤال 15 قال لك واش ما نقدروش نشوفوك نتايا والشاب العربي في شي ديو؟ مستحيل. علاش مستحيل؟ مستحيل هذوك غادي يطيح بين يديا غادي نصفيها الباب القديم الجديد. دبرتي عليها الشاب العربي اخر مره تعاود دور لي بتيم وانا ندوي معاه. ولا عند باباه درام الرجوله يقول في هذاك الشيء يقول في هذاك الشيء هذاك الشيء في وجهي ماشي يقولها مورا ظهري ويوصلوني الفيديوهات من عند الناس. يال وزيد يقولها لي فاس الى في درام الرجوله يقولها لي فاس وجهي لوجهه كاينه. ما علاش بنادم مصاحبي في هاد الفعايل وحق الرب فعايل ديال العيالات. قال لك واحد انا كيجيني الشاب العربي عنده البحه الصوتيه عليك اما انت عندك غير النص الصوتيه. ايوا درتي كيبقى راي خاص الا غير تبسل لي على اختو ولا على صاحبته انا ممكن انا ماشي سوقي انا. قال لك واحد خويا انايا كان فيا مرض الاكتئاب ومنين بديت نسمع الاغاني ديالك مرضت بزاف عطيني شي نصيحه باش نزيد نحيد الاكتئاب ديالي. لا 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 هذا ماشي سؤال ماشي سؤال هذا فهمتي غير ميساج وصلك. قال شو صاحبي بنادم قال لك؟ لا 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 ما جاوبش انا على هذا الميساج هذا. لا وقال لك بالفعل سيد في كان فيه اكتئاب ومنين سمع صوتي هذا الاكتئاب ما سمعت صوتي احسن. لا منين سمع صوتك ما بقاش فيه اكتئاب بصح. ويا صاحبي وهكاك. لا صاحبي ما كنت تسمعش. شنو تقول له؟ قال لك عطيه شي نصيحه اللي تقدر تعاونه. ايوا تصنت ليا ولا تصنت القران وصافي. اوك عطاك نصيحه واعره باش تعرف. قال لك واش بصح واحد النهار كنتي في شي عرس وغنيتي ليهم شي وحده بدات كتبكي عليك وباغا تصور معاك؟ لا 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 ماشي بصح. هذه اشاعه. اذا مازال ما عندك انت يا الفان اللي يقدروا يغوتوا عليك ويبقاو يبكيو عليك؟ لا تعيني كانوا في واحد الوقيته هذا كيبكيو وكذا بزاف من دار الميساج كيوصلوني بحال هكا. شي موقف طرا عليك برا مع شي بنت زعما مع شي معجبه؟ ايوا طرائف وما شي وحده اللي بقات لك لاصقه لك في ايوا طرحت لاصقه واحد العام واحد لاصقين كنسير وعلى كاميرا مرا في الصيف. ايوا كنطلع كندير لومبيونس وداك الشيء. ايوا من هناك الجو بحال وطلعت واحد عطاتني الورد. شنو عطاتك الورد؟ واحد الورقه زعما بحال هي الورد زعما. واو سعداتك اخي الله يسعداتك. قال لك واحد وصلتنا واحد الخبر بان مجربين فيك السحور. لا 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 درتي اصلا بعيد عليه. او بعيد عليه صح باش تسولو بحال هاد الاسئله. قال لك واحد واش كتاكل شي حاجه من غير الخبز؟ الله يعاون ديني في الاسئله التافهه. الله يعاون. خايتي ماك اخويا مالك؟ واش تاكلو شي حاجه من غير الخبز؟ واش مزربين فيك السحور؟ شنو هاد الاسئله ديال الناس؟ ما فهمتش. واخا هو واش هادي شنو ندير خايتي مو؟ واش راني بخاطري؟ المهم خايتي مو دابا وصلنا للاخر ديال الفيديو. بغيتك تعطي كلمه واحده للجمهور ديالك. ايوا الصراحه الله كنبغيكم بزاف
وشكرا لجميع، شكرا لكم الدعم ديالكم ليا، وصافي وتحياتي لكم، ويا رب نكون ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. وشي نصيحة تعطيها للدراري اللي يلاه طالعين فهمتي، شي نصيحة ذهبية ولا من القلب؟ ثقوا في نفوسكم، ثقوا في نفوسكم، وما تخليوش هضره ديال الناس يعني تطيح منكم ولا تهزمكم، وان شاء الله متوا على الخير، والله يوفق كل واحد في حياته ان شاء الله. خي خيتي ما بغيتك تعطي كلمه واحده لسميتو الانتقادات اللي تجيوك من عند الشاب العربي، وتوجه له كلمه واحده باش تسدوا الموضوع. هذاك الامي، هذاك الجاهل، واخا تيطير وتنزل، واخا يكون عندك 100 مليار ديال لي زابوني، ما تقدر توصل له ولو الربع اللي كان وصل للسوق. انايا بارك تافي، اللهم 500 او 5000 في لي 4000 لي زابوني في الانستغرام، بارك تافي وبخدمتي وبدراعي، ولم يتكاد تحت على بنات الناس، والله يهديك. شوف شي صناعة أحسن لك الموسيقى، ولا توكلش الخبز. شنو الصناعة اللي تجي معاه؟ إيوا ما نعرفش واش ديك الصحة القليلة اللي عنده، ديك الصحة القليلة مع الله، صحة شنو غتجي معاه؟ صافي أخويا تيمو، شكرا بزاف على الاستضافة ديالك لعندنا. مرحبا، شرف ليا. ياك شي بيزا مهم أصدقاء، كسر الفيديو ديال اليوم، أشوف والله يتباسل برغم أسئلة هربا ديال السطة ديال أصدقاء المدير تشي لعبة ببجي بنادم اللي تجيب أسئلة. إذا أصدقاء أنا نكون وصل الفيديو ديال اليوم، تصلوا لي فراسكم. ايواو نتلقى بشي فيديو جديد ان شاء الله. دخلوا عندي الانستغرام، راه غادي نجيب الشاب العربي وغادي نطرح عليه أسئلة، يعني رد الشاب العربي غادي كلاشي. أصدقاء تشاو بيكو، دوزوا انستغرام ضروري يا صاحبي، نتوما اللي طرحوا الأسئلة.